لا شك أن ما وقع في ربعة بإجماع الجميع، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، قانونيون أو غير قانونيين، كلهم أجمعوا على أن ما وقع في مصر في ذلك التاريخ منذ 10 سنوات هو جريمة ضد الإنسانية. وهذه الجريمة وقعت بالمخالفة للقانون المصري في المقام الأول، وبالمخالفة للدستور المصري ولكافة الدساتير التي عمل بها في مصر منذ دستور 1923 حتى هذا التاريخ. ما وقع في ذلك اليوم في كافة الميادين المصرية هو مخالف للقانون ومخالف للأعراف الدولية وللمواثيق، وهذا شيء لا خلاف فيه. وكانت هذه الجرائم وغيرها وما سبقها من جرائم، بداية من الثاني من يوليو تموز 2013، والثالث أيضا وقوع الانقلاب نفسه بالبيان 3/7، وقعت مذابح في ساحة ميدان سيدي بشر بالإسكندرية وسقط هناك ضحايا وقتلى ومصابون. ومن هذا التاريخ بدأنا مع مسلسل من الدماء المصرية الحرة بانتقام غشيم من السلطة المصرية ممثلة في قوات الشرطة وقوات الجيش على السواء.